بسواعد أبنائها ولزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ولإيجاد منتزه يتنفس به الأهالي. أطلق الأهالي حملة تشجير المنتزه الوطني بالقصب التي تنظمه اللجنة الاجتماعية بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء. حقيقة كان هناك حاجة ملحة في لمركز القصب لإنشاء مثل هذا المنتزه الوطني لكم متنفس ولحاجتنا من قديم يعني، وكان هناك يعني تنسيق مسبق مع بعض الأسر، بادر بهذا أسرتي القصبي والحميضي، فلهم جزيل الشكر منا في من مركز القصب. على مساحة تجاوزت 4 مليون متر مربع انطلقت هذه المبادرة بعمل سياج حديدي لحمايته واستزراع 2000 شتلة بمرحلتها الأولى. هذا المنتزه البيئي سيحدث نقلة بيئية في جو مدينة القصب إن شاء الله، وسيكون منتزه لأهالي المنطقة يعني من القصب والمدن الأخرى، لأنه الحقيقة المكان هو مكان منتقى بعناية، وأصلا كان هذا المكان يعني منتزه للقصب قديم. المشروع كامل اللي تبلغ مساحته 4,430,000 متر مربع تقريبا، انتهينا من أعمال التسوير وبدأنا في أعمال تجهيز الحفر للشتلات، وبدأنا بالفعل زراعة الشتلات المستهدف بإذن الله الموسم القادم 25,000 شتلة، زرعنا منها إلى الآن 2,000 شتلة تقريبا. تهدف هذه المبادرة لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة من خلال زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والحد من التلوث والوصول إلى زراعة 60,000 شتلة خلال المراحل المقبلة. يوسف الحميد، الإخبارية، مركز القصب.